سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى ثاني حلقات برنامجكم العيدي وأمسيتنا العيدية المتوالية. البارحة مشاهدين الأعزاء كنا قد حلقنا معكم في أمسية عيدية جميلة مع صوتين رائعين، أو عازف وصوت بديع، محمد الهجري وأيضا عزيز الوجيه. اليوم سوف نحلق في سماء أو في سماء إبداعية أخرى سأفصح عنها لكن بعد هذا الفاصل. بفرش لهم وردي وافتح لهم بابي، شوق الغلا بهدي لأهلي وأحبابي، بفرش لهم وردي وردي وافتح لهم بابي. بالعيد لما تخيل ولما جمال عين والابتسامة نور فيها هنا نزيد، بالعيد لما بخير ولما أجمل عين والابتسامة نور فيها هنا نزيد، نعيش سوا نفرح سوا والكل متهني. الحب والإحساس سامح وخلي العيد في دنيتك نبراس، سلم ولاقي الناس بالحب والإحساس سامح وخلي العيد في دنيتك نبراس. الله الله على الإبداع، زينت جو العيد بالضحكة والأنغام والروح والتجديد، فيكم وجدنا العيد الله محلاكم، يا ليت كل الناس اتعلموا منكم يا ليت. عيشوا سوا نفرح سوا والكل بتهني، عيشوا سوا نفرح سوا. طابت لنا الدنيا لما أهل العيد، الله على الإحسان لذا السعادة الزين. أنستنا يا عيد، أنستنا يا عيد، أنستنا يا عيد.
طيب مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم من جديد. كانت هذه هي الاغنيه التي سمعنا واياكم اليها، نموذج للمبدع عمار الشيخ وابنته آية ومجموعه من الفتيات الصغيرات اليمنيات اللواتي يعني يصارعن الواقع اليوم ويحاولن ان يدخلن شيئا من الطرب في نفوس المشاهدين على المستوى الفني الضيق الذي تعيشه اليمن اليوم. مشاهدينا الاعزاء، كنت قد نوهت قبل قليل بان ضيفنا البارحه كان صوت ابداعي متفرد وربما لاول مره يظهر على شاشه اليمن اليوم. اليوم وكما اشرت سنحلق في سماء ابداعيه اخرى لا تقل جمالا عن الصوت المنصرم. الفنانه الشابه والرائعه نورهان خالد، الفنانه في مقتبل العمر ومع ذلك ربما خطت خطوات فاقت أقرانها من الفنانين الذين يعدون أنفسهم اليوم كبارا، كأول فنانة شابة تغني في دار الأوبرا وكانت تدرس في قسم الفرنسية واضطرت لإيقاف قيدها هناك لتلتحق بمعهد الموسيقى للفنون أو الفنون والموسيقى صح؟ أكاديمية الفنون في مصر، وأول شابة يمنية أيضا يتم قبولها وتلتحق أيضا بمثل هكذا مجال وتتحدى الظروف. تفاصيل أوفى سوف نعيشها معكم بمعية ضيفتي العزيزة. مرحبا بك نورهان. أهلا فيكم، مساء الخير وعيدكم مبارك، ولي الشرف اليوم أننا أكون موجودة في هذه القناة الجميلة وهذا البرنامج الجميل معك أستاذي الغالي. شكرا، ان شاء الله انت تطربي اليوم المشاهد الكريم، يقولون انا جالس ليرطن من اول وامدحيكم ما قد سمعوا شاني. اكيد ان شاء الله ولا يهمك. اكيد الوالد الكريم طبعا اطل الله في عمره هو يصحبكم وهو متواجد لدينا في الاستوديو، تاخرتم قليلا وكنا على اعصابنا يعني، فالحمد لله خير كما يقال ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي. نورهان، كيف احببت الفن في البدايه؟ والله من الذي قال لك بانك فنانه وصدقتيه بعدين؟ شوف يعني موضوع كيف أحببت الفن، يعني هذا كان شيء مفاجئ لي ولأهلي أولا، في موضوع أننا ممكن أننا أغني في يوم من الأيام. إنما كنت في عمر صغير جدا، تقريبا عمر 9 سنوات يعني، فكان في الزمن 9 سنين في الزمن اللي إحنا كنا فيه تقريبا كانت في 2005 2006 يعني قبل زمن طويل تقريبا. موضوع الغناء هذا ما كانش يعني شيء موجود للبنات للأولاد، كان شيء يعني مخفي تماما. صحيح. فتقريبا بدأت أسمع أغاني السيدة فيروز، فكان شيء غريب بالنسبة لأهلي يعني شوفوا ابنتهم بعمر 9 سنين تسمع لي أغاني كبيرة طربية. جميل. فبدأت على أغاني فيروز أسمع يعني اللهجة الكلمات، أحاول أن أنا أعرف هي إيش تقول إيش الكلام، أحاول أفهم الأغنية، أكتب الأغنية، أسمع الأغنية أكثر من مرة وأبدأ يعني أردد معها. فسبحان الله وفجأة. طيب يعني كفكرة أن تكون هنالك فنانة بنت تغني في بيئة يمنية ربما تكون محافظة جدا أسوة بكثير من الأسر اليمنية، كيف واجه أبوك أو كيف واجهت أباك بمثل هكذا خطوة؟ لا ما كان يعني من البداية لا كان في هذه الأفكار نهائيا بالنسبة للوالد أو في العائلة بشكل عام، ولا كانت هذه يعني إن هذه مشكلة أو عائق أننا ممكن أنها تكون بالنسبة لي أنه لا تغني لأنه المجتمع كذا، أنه نهائيا يعني الأهل والوالد والوالدة والكل اتجهوا لفكرة أنه بنتهم معها صوت. يعني حظيتي بتشجيع من أبوك والوالدة؟ أكيد أكيد، أول من شجعني أبويا وأمي أكيد. يعني مش عشان أنه موجود الآن وتحاولي تراضيه؟ لا 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 بل بالعكس. كنت صراحة أول من شجعني هما، فبالعكس كان أحيانا يختاروا لي أغاني، اسمعي الأغنية كذا، شوفي الأغنية كذا، اسمعي كذا، فساعدوني كمان في كلمات الأغاني لما كنت طبعا صغيرة يعني بعض الكلمات ما أفهمها، فكنت أحاول أن أنا أسألهم عن معاني الكلمة، إيش يعني هي قالت إيش كيف كذا كيف. جميل. فكانوا مساعديني ويعني ومسانديني بشكل كبير. كم لك في مصر نورهان؟ شهرين. طيب يعني شهرين ومرة واحدة للأوبرا؟ حظوظ.
صراحة حظ يعني سبحان الله. كيف تقدمتي لها وكيف تم قبولك يعني ومن الذي أخذ بيدك؟ لا الأوبرا جت فجأة، كان تقريبا فعالية للدان الحضرمي، كانت فعالية للدان الحضرمي والفن الحضرمي بشكل عام، فكان يوجد في أولاد عازفين فنانين بالجانب الحضارمي، يعني هم حاولوا انهم يركزوا على الجانب الحضرمي على الفن للفنانين الحضارم. فتقريبا انا كنت البنت الوحيده هنا في الجانب الفني وحضرميه بنفس الوقت. كيف حضرميه في نفس الوقت يعني؟ يعني هم ركزوا على الجو الحضرمي، شو كل شيء حضرمي. هو كان الفعاليه للدان الحضرمي والفن الحضرمي وناقشوا الموضوع لاكثر من ايام، فاخر يوم اختتموه في دار الاوبرا. فبالصدفه صراحة كل الموضوع كان صدفة. جميل. ففي الصدفة أنا حضرت قبلها بيوم، كانت المناقشة وكنت موجودة، فلما عرفوا أنه حضرمي وأن أنا أغني بنفس الوقت فجمعوا كل الفنانين الحضارم بشكل عام. كان الفن أكثر شيء متركز على الحضارم، فرقة حضرمية أدوا دان حضرمي ومن الفن الحضرمي القديم وكذا، فقلت صدفة صراحة. وإيش الأغنية اللي قدمتيها؟ للراحل أبو بكر سالم، ما علينا يا حبيبي وسر حبي فيك غامض. كلها تبع المحضار يعني. استمع لها. أكيد. تفضل. ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا، ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا، لو يقولوا عننا مهما يقولوا، لو يقولوا عننا مهما يقولوا، انتهينا عاد نحن اللي بدينا، وانتهينا عاد نحن اللي بدينا، كل كلمة حب نحييها معنا، وكلمة العذال نرميها ورانا، كل كلمة حب نحييها معنا، وكلمة العذال نرميها ورانا، ما يهزك ريح يا مركب هوانا، ما يهزك ريح وما يهزك ريح يا مركب هوانا، وطول ما نحنا على بحرك مشينا، وطول ما نحنا على بحرك مشينا، وسر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق كلف، سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق كلف، ايش اوقعني في شباكك وانا عيني تشوف، لا تعذبني ولا صرت وتركت المكلة لك اذا ما فيك معروف. يا سلام، جميل جميل جدا. نورهان، انت قدمتي هذه الاغنيه وكان معك فرقه اوركسترا يعني موسيقى؟ لا اكيد، كان في العازف يعني الفنان هيثم الحضرمي كان مصاحبني بالعود. جميل. أبو بكر سالم بالفقيه يتمتع بطبقة طبقة قرار عالية جدا، أنت تتمتعين بطبقة جواب عذبة جدا يعني. الفارق ما بين القرار والجواب يعني، كيف تغلبتي عليها وغنيتي أغاني لأبو بكر سالم؟ أكيد طبقات النساء وطبقات الرجال، يعني كثير ما من الفتيات يواجهوا أكبر مشكلة في موضوع حفظ الأغاني اختلاف الطبقات. بس يعني هو يشتي له شوية تكنيك كذا. يعني التكنيك هذا عناقشه بس بعد ما استقبل المكالمة. الفنان الرائع عمار الشيخ ينضم إلي عبر الهاتف. مرحبا بك أخي عمار، أنا مش عارف من فين أبدأ، أنا أصيح ولا كيف حالك أخي عمار؟ عيد مبارك، كل عام طيب. الله يسعدك
كان شرف لنا أنه نكون معاكم، لأن استفدنا وتقدم الطائرة لنا يعني نروح المطار. نعم. كل سنة طيبين وعليك وعلى اليمن وشعب اليمن كامل يا رب. يا عمر أنا أستاذنك إذا كنت تحدثني عن طريق سماعة الهاتف أن تنزع السماعة وتكلمني عن طريق الموبايل مباشرة أتمكن من سماعك، لأنه في البوف هذا طاغي شوية. ممكن؟ الآن كيف أستاذ؟ الآن جميل. عموما أنا أريد أن أوضح أيضا للمشاهد الكريم بأن ضيفنا لهذه الحلقة كان يفترض أن يكون الفنان الرائع عمار الشيخ وأيضا ابنته آية صح ولا آيات جمع آية حبيبي. لكن جئنا بآية أخرى لا تقل جمالا عن 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 آياتكم يا عمار. حبيبي أكيد عندك نورهان هذه من أجمل الأصوات اليمنية وأكيد لها الشرف أنه جلست مع الأستاذ عيسى. الله يخليك يا أستاذ عمار. مساء الخير عمار، كل عام وأنت بخير. مساء الفل أحلى نجمة، كيف حالك؟ الله يخليك عمار، كل سنة طيب يا رب. وأنت طيب عمار، أهلا فيك. الله يخليك يا رب. يا عمار أنتم كنتم في القاهرة مع آية وما زلتم ربما على أهبة السفر، حدثنا أيوة. عن طبيعة تجربة آيات في المسابقة التي تقدمتم إليها وكان هنالك إشكالية كما سمعت. والله آيات قدمت ضمن المسابقين للأطفال اللي من مسابقة دفوس كيدز، كان عندنا إشكالية في موضوع جواز السفر. الوالد الله يحفظه عمل جواز عمر غير العمر الحقيقي يعني، فاحنا قدمنا جواز ثاني لانه ارسلنا لهم الجواز الاول، في الجواز الاول السن و15 وشويه السن، فهذا ما يتناسبش مع قانون المسابقه لانه المسابقه من 7 الى 14 سنه فقط. فقدمنا جواز جديد، طلبوا مننا حكم وكان المهله المده قليله جدا انه احنا نعمل حكم من اليمن، يعني ورقه من وزاره الصحه معمده بالمحكمه ووزارة الخارجية ومصادق عليها في السفارة المصرية، وخاصة الأوضاع صحيح. فكان الموضوع شوية متعب، فهذا اللي استبعدنا من الموضوع والحمد لله يعني. طب طبيعة المشاركة العامة لمن تقدم أو لمن تقدموا من الأشبال، طبيعة المشاركة العامة الذين تقدموا للكاستنج تبع ذا فويس، يعني هنالك آلاء التاج وأيضا آيات وأسماء أخرى، حدثنا عن هذه التجربة وهل تم انتقاء او هنالك انتقاء في الانتقاء يعني؟ ممكن تعيد يعني قصدك انتقال الاصوات؟ نعم انتقال الاصوات، هل كان يعني هل كان على ما يرام؟ هل اخذ كل حقه كما يقال؟ والله بالنهايه كل شيء يعني بالنهايه سياسه برنامج يعني، ما تعرفش احيانا سبحان الله يختاروا اصوات ما يشارك القد من الاصوات ويعني، فهي سياسه برنامج بالنهايه لازم يوصل حد يكون ضعيف، حد متوسط، حد قوي، علشان موضوع المواجهات، لأنه فكرة برنامج ذا فويس مختلفة عن البرامج الثانية. يعني الاسم أحلى صوت والموضوع مختلف تماماً يعني. الموضوع هذا مش عشان ما اختاروش آيات أو أصوات ثانية مثلاً، موضوع إنه فعلاً لعبة البرنامج كذا إنه لازم اللي يوصلوا بعد مرحلة الصوت إنه في أصوات ضعيفة، وهذه من خلال ما شفناها في البرامج اللي كانت خلال العوام السابقة انه في اصوات سبحان الله ما تتوقع انه كيف طلعت هذه، بس صحيح. هذا علشان انه في مرحلة المواجهة اللي الحلبة لازم يفضل صوت قوي عشان ما يكونش في ظلم امام الجمهور والكذا يعني. نعم عمار، يعني شوف هنالك الكثير من الاصوات الجميلة التي تعج بها المدارس، مدارس العاصمة وغيرها من محافظات الجمهورية فيما يتعلق بالصغار يعني، وأنتم معروف عنكم احتوائكم للكثير من النماذج الإبداعية آخرها ربما ماريا والقادم أفضل، ماذا أنتم فاعلون في قادم الأيام؟ والله احنا طبعا عملنا تجربة برنامج ذا فويس اليمن وتقدموا أصوات جدا موجودة في اليوتيوب ومن ضمنها أصوات تأهلت لمرحلة الصوت. طبعا الموضوع الفن هو مدته طويلة ولازم ان الواحد ما يحصرش نفسه في مسألة مسابقة يعني، المسابقة هي محطة والمحطة هذه ممكن تعبي بنزين ممكن تلاقي في محطة اخرى، فاللي اقصده انه الفن لازم انه الواحد ينسى الموضوع ويبدا يطور نفسه في كثير جدا نجوم سواء فنانين او فنانات،
انطلقوا من غير المسابقات. بلقيس احمد فتحي الان تعد من اهم الفنانات العربيات، وفنانين كثير فازوا مثلا بدون ذكر اسماء، فازوا بالقاب في برامج مسابقات ولم يعد لهم اي ذكر في البرامج. فاللي اقصده انه في خطط قادمه ان شاء الله، وبلدنا اثبتت انه في كل المسابقات في مجال الشعر، في مجال الغناء، في مجال الانشاد، انه هي تحصد المراكز الاولى في كل على مستوى الوطن العربي. صحيح. وهذا دليل على انه موروثنا اليمني غزير، مش مبالغه اذا قلنا احنا افضل بلد في العالم من حيث التنوع الالحان وتعدد الالوان الغنائيه. يعني في كل محافظه لنا لون غنائي. صحيح. والكثير من السرقات التي تتعرض لها يعني الموروث الفني والشفهي بشكل عام يتعرض لسرقة ونهب. سؤال أخير، يعني نورهان أستاذ عمار أول فنانة يمنية شابة في مقتبل العمر، وعقب شهرين من زيارة مفاجئة لمصر تدخل الأوبرا وتغني أغنية للفنان الكبير أبو بكر سالم بل فقي، وأيضا هي أول شابة يمنية تلتحق بأكاديمية الفنون والموسيقى في مصر. الرسالة التي تريد أن تقولها لنورهان ولأقران نورهان في داخل اليمني من المبدعات أقصد؟ أول حاجة هذه أقول نورهان أنه هذا هي محظوظة جدا أنه لقت هذا النجاح، وراها رجل عظيم وجبل التحية الدكتور ياسين الأكحلي يدعمها ويدعم كثير من المواهب. إن شاء الله يا رب تأخذ هذه الفرصة بعين الاعتبار. ونورهان الأصوات اللي تتطور كل يوم، وهذه الفنانة اللي تتطور كل يوم هي اللي بتوصل للمنظومية واللي بتوصل للآخر. يعني في ناس أصوات حلوة لكن ما فيش تطور، ما فيش تقدم. أتمنى لها التوفيق، وأتمنى أنه طول ما في واحد عنده صوت جميل أنه ينمي موهبته، يسعى يبحث، وإن شاء الله يوصل للي يشتيها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وتصل بسلامة الله أخي عمار، وتحياتنا أيضا لابنتكم البديعة والرائعة آيات، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك أخي عمار. أخي عمار راح بدون ما يقول لي شكرا لي. يلا إذا فاصل قصير مشاهدينا، وأعود إليكم لمواصلة اللقاء مع الفنانة الرائعة نورهان خالد. ابقوا معنا. والجو
العيد من الله رحمه لكل مسلم قداده. يا حل بشائر على القلوب والضمائر، حبت لي يا حل بشائر على القلوب والضمائر، والجو في العيد سادر واكبر سعاده رضا الله، والجو في العيد سادر واكبر سعاده. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء من جديد، والى من ينضم الينا الان يسعدني ان يكون بمعيتي كما تتابعون وكما تابعتم نورهان خالد، احدى الفنانات الشابات اليمنيات التي تسابق الضوء فيما يتعلق بحركتها الابداعيه والغنائيه. وكنا تحدثنا قبل قليل بانها شاركت في الاوبرا مؤخرا، وتحدثت الينا قبل قليل بان بدايتها كانت فيروز محطتها الاولى، ليس كذلك؟ اكيد. ليش فيروز بالذات؟ الله اعلم. فلتي يعني هشام الشويع فلتي. الله اعلم تقريبا، يعني يمكن اكثر صوت شدني يعني بالعمر الصغير اللي كنت فيه بصراحه، يعني اكثر من اي فنان. اغنيه ايش بالضبط اللي حبيتيها؟ كثير اغاني، انا بدات باغاني كثير الفيروز كثير جدا، يعني لدرجه اني وصلت لعمر صغير وانا حافظه كم هائل من اغاني فيروز. تقريبا إلى حد الآن في العمر اللي أنا فيه بدأت 9 سنين، والآن 21 سنة أحافظة تقريبا ما يقارب 120 أغنية. ما شاء الله. طيب أنا مش حاش أهريك هدرة يعني في الحلقة، تمام؟ نحاول نستمع لأكثر من نموذج، فيروز وغير فيروز، اختاري أغنية. والله أنا أفضل أغنية كانت أول أغنية يعني سمعتها، في أول أغنية شدتني فيروز كانت أغنية نسم علينا الهوى. نسم علينا الهوى، وأكثر أغنية انشهرت وفي الفترة الأخيرة لي في على التواصل الاجتماعي بشكل فظيع. نسم علينا الهوى من مفر الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي، يا هوا يا هوا اللي طاير بالهوا في منتورة أو صورة، خدني لعند دنيا هوا، يا نكبر بالغربي وما تعرفني بلادي، خدني وخدني وخدني على بلادي، شو بنا شو بنا يا حبيبي الشمس بتبكي عالباب وما تحكي ويحكيها بلادي، خدني وخدني وخدني على بلادي. الله الله، انا مش حسالك سؤال ثاني، خلي المايك بيدك وخلي اغنيه ثانيه. ولا شيء سؤال اليوم، تفضلي.
خلاص اذا بنبدا اول اغنيه بالعربيه الفصحى كانت برضه اوه هذه تجربه قويه. اكيد كانت اقوى تجربه لي لما حفظت هذه الاغنيه يعني باللغه العربيه الفصحى الثقيله. لمن؟ فيروز. فيروز. اعطيني في الغنى سر الوجود وأنين أن يبقى بعد أن يفنى الوجود. هل اتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور الصخور. هل اتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور. هل تحممت بعطري وتنشفت هل تحممت بعطري وتنشفت بنور وشربت الفجر خمرا في كوس من فين رهان؟ تفضل. الناس الان لا يشوفوا لا صوتي ولا صورتي. مش مش اسالك انا اريد ان استثمر اكثر الوقت في حلقتنا هذه لاطراب المستمع والمشاهد الكريم بهذا الصوت العذب والجميل. اختاري اغنيه اخرى والمايك معك والوقت معك تفضلي. لما تتعبي قولي لي عشان نتكلم. تمام. ندخل باب اكيد الجو اليمني. اختاري لك الخيار. انا يا ابو اول اغنيه حفظتها كانت للموسيقار الكبير احمد فتحي اغنيه حالتي حاله اللي غنتها الفنانه مع بلقيس اكيد والاستاذ احمد فتحي. قبل ما تدخل الاغنيه هذه لانه معنا ضيف اذا سمحتي تسمحي. اكيد تفضل. الفنان الكبير عمر باوزير مرحبا بك وكل عام وانت طيب استاذ عمر. وأنتم طيبين إن شاء الله والشعب اليمني طيب وبخير بإذن الله وقناة اليمن الحبيبة أتمنى لها كل التقدم والإزدهار بإذن الله. من ضيفتنا اليوم من ضيفنا نشتي نحييه. لا ما بالله أنت اللي تابعنا ولا لا يا أستاذ عمر؟ كيف يا سيدي؟ أنت اللي تابعنا الآن على الهواء ولا لا؟ كيف؟ ما تابعناش بس ما اتصلت بك وقالت معنا ضيف في نعم برنامج. نعم, نعم نعم طبعا معك عيسى العزب. اهلا وسهلا كيف حالك استاذي؟ حياك وعافاك الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا بكم انتم ريحه اهلنا. كيف الله يخليك. انا كنت مريع لما تقول لي من معي. الله يعطيك العافيه استاذ عمر. استاذ عمر يعني نحن الان في البرنامج معنا ضيف رائع جدا وصوت ربما ليس له مثيل انجاز لي التوصيف نورهان خالد. يا سلام. انت استمعت اليها؟ ايوه طبعا. كيف شفت على صوت جدا وغنت للفنان صوت الكبير صوت جميل معروفة. غنت للفنان الكبير أبو بكر سالم قبل نعم. قليل وغنت أيضا في الأوبرا عندما كانوا يحتفون بالدان الحضرمي قبل أيام. نعم لا والله
هذه بنت كويسة وصوت جميل والحمد لله يعني. نعم. أنا دائما أتابعها. هي معك الآن. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام. كيف حالك يا بنتي؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله تمام. كيف حالك أنت؟ كيف وكل عام وأنت بخير وصحة وعافية بخير وعيدك مبارك. وأنت بخير وصحة وعافية. أنت تستاهلي كل خير لأنك أنت غنيتي لعملاق المرحوم أبو بكر سالم. الله يخليك. وهذا شرف كبير كلنا نفتخر به. وأتمنى لك التوفيق يا رب العالمين. وإن شاء الله أنا ألتقي بك. أنا سامع عنك لكن لم ألتقي بك تقريبا يعني. إن شاء الله. بس أنت حقيقة مبدعة حقيقة يعني. الله يخليك. بدون مجاملة. وأنا فرحان إنه اليمن اليوم استضافتك. والأمل فيكم. والأمل فيكم. الله يخليك بإذن الله. وأنا لي الشرف أكيد برأيك. الله يخليك. الله يعطيك. هذا رأي حق وحقيقة يعني وليس مجاملة. أنت تستحقي كل التقدير حقيقة يعني. شكرا لك أستاذ. يا أستاذ عمر. تفضل سيدي. ابقى معي على الهاتف، انا اسمعك صوتها وانت تسمعها عبر الهاتف الان. يا ريت والله، يا ريت والله، جزاك الله الخير. يا ريت. يلا خليك معايا وتفضلي نورهان. خالتي حالها طرز من جبين الشمس ثوبك، وارسم لك في وجه البدر هالة، وانت ما تدري بما بي من حنين. خالتي خالة أطرز من جبين الشمس ثوبك، وأرسم لك في وجه البدر هالة، وانت ما تدري بما بي من حنين. شلي من بحري مجاديفه وسيب للأنين، مرمق الدنيا على لونك وعطرها بعطر الياسمين، مرمق الدنيا على لونك وعطرها بعطر الياسمين، مرمق الدنيا على لونك وعطرها بعطر الياسمين. خالتي خالة. الله الله. أستاذ عمر يا سلام، تعقيبك. والله شيء صراحه مبهر الحقيقه يعني، الحقيقه والله العظيم كنت اتمنى اني الليله اكون معها انا للاسف الشديد، بس الحين تعرف انا صحتي ما هي طيبه للاسف الشديد، والا انا كم لي. وتعرف انتم قناه اليمن اليوم لها محبه في داخل قلبي، عارفين هذا الكلام انتم. الله يخليك يا استاذ عمر ويشفيك. ربنا يوفقكم يا رب، ونشوف الا المبدعين دائما تطلعوهم باذن الله تعالى. الله يحفظك يا استاذ عمر. اعملوا لنا برنامج، انا بس اقول لكم اعملوا لنا برنامج خميس جمعه. انا عارف انكم برنامج سياسي عندكم كثير، لكن اعملوا لنا فني ولو في الشهر مره، في الاسبوعين مره، باني افرح بها والله. هذه رساله باذن الله تصل الى الاخوه. هو الفن نفسه هو سياسه اصلا مش فن. نعم. رسالة مقدسة نشتي نقدمها للناس، لشعبنا المظلوم المظلوم للأسف الشديد، نشتي نقدم له أشياء جميلة والله. أنا أطلب من مدير القناة أن يعمل لنا ولو حتى في الشهر شهرة واحدة بس. جميل جدا، وهذا الطلب سيؤخذ بعين الاعتبار. ولكم تحياتي وشكري وألف شكر لكم على اتصالكم بي. شكرا. رغم أنه اليوم أنا عندي ارتباط شوية مع ليش، لكن أنا للأسف الشديد بحضر مرة أخرى وأطلع معاكم ونتكلم بما في قلوبنا كامل بيك. فوق عيني ورأسي. شكرا لك أستاذ. شكرا. عمر شكرا لك الفنانة العزيزة. الله خليك سلامر على راسي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. تعرفي حالتي حالة، من أدى كلماتها ومن كتب كلماتها؟ تقريبا هي للموسيقار أحمد فتحي. نعم. بس كتب كلماتها الشاعر الكبير محمود الحاج. محمود الحاج أكيد. محمود الحاج نتمنى له طول العمر، ومن أساتذتي أيضا محمود الحاج. عندما كتب هذه الأغنية، وأنا كان لي لقاء مع أحمد فتحي في عام 2007، كان هناك لقاء فني، وسألته عن ابنته بلقيس قبل أن تظهر، وقال هي لن تغني. قلت له ماذا عن أغنية حالتي حالة؟ قال هي أغنية أعجبتها وغنتها، واعتقد أنها لن تغني بعد ذلك. الأقدار ساقتها لأن تكون من أبرز وأجمل الفنانين في الوطن العربي. الوطن العربي. تعرف أنك أديتها كما لو كانت بلقيس فعلا في نفس الألبوم اللي غناها مع أبوها أحمد فتحي؟ صراحة أنا أول فنانة يعني تدخل قلبي من الجانب اليمني والخليجي بشكل عام.
فأنا طبعا قلة ما أحفظ الأغاني اليمنية من الفنان نفسه، خصوصا لما تكون أغنية قديمة جدا، تكون الكواليتي حق الأغنية قديم مرة، فصعب أحيانا أنك تحفظ الأغنية من فنان قديم جدا، خصوصا أنه هذه الفترة يعني في هذه السنين الأخيرة الموسيقى والآلات والتكنولوجيا غيرت كل شيء. فتقريبا أقرب إنسانة لي كانت لسماعي الأغاني اليمنية بشكل مسهل كانت بلقيس أحمد فسيد صراحة. التقيتي بها؟ للأسف لا، أنا تقابلت الأستاذ أحمد فتحي وغنينا، وبرضو يعني قد قدمت فيه بالأغنية هذه وغنيت له هذه الأغنية. جميل، إيش قال؟ تفاجأ الصراحة يعني. مش أقول أحسن من بنتي أكيد. لا أكيد أكيد، مش بعد بلقيس أكيد. يعني كرأيي الشخصي كمان يعني بلقيس أحمد فتحي تعتبر الأولى في اليمن وفي الوطن العربي صراحة، يعني أدت اللون اليمني بشكل بارع جدا. ومثلها أروى؟ ومثلها أروى أكيد، أروى كانت من القدماء أروى، بس صحيح. بلقيس يعني حطت لها بصمة كبيرة، بصمة كبيرة. وإن شاء الله يعني في قدم الأيام تكون نورهان يعني. إن شاء الله. تطغى على جميع. إن شاء الله بإذن الله. لا أنا شخصيا أتوقع بأن هنالك طغيان يفوق كل ما الأصوات الحاضرة الآن بقوة. إن شاء الله إن شاء الله أكيد، بعد اجتهاد و يعني أعمال إن شاء الله جديدة قادمة والدراسة واجتهاد في الأداء واجتهاد في السماع وفي الحفظ وفي كل الألوان. شوفي نورهان، انا متاكد اني افتح بعد قليل الفيسبوك تمام ويقولوا لي ما نشيش هدرتك احنا كنا نسمع صوت نورهان، لذلك انا اتحشى هذا الموضوع واقول لك اختر لنا اكثر من نموذج نستثمر بقيه الربع ساعه او العشر دقائق حتى المخرج يريد ان يمدد يعني مرتاح للوضع. اختاري اغنيه اخرى لاي فنان تحبيه، لا افرض عليك فنان بعينه. نغني مصري بما ان احنا في ام الدنيا. ام الدنيا اكيد. أغنية للفنانة وردة. هي وردة جزائرية أكيد، بس تغني مصري. تغني مصري. مصري. الله يرحمها. لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة، وأطير وأرفرف بالفضا وهرب من الدنيا الفضا، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى، وانا بخاف الملامة وانا بخاف الملامة من الملامة. سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني عليك، سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني عليك. بتحبي؟ أيوة أيوة، وحنكر لي اللي بصوا لي منام وقالوا لي كلام جراح، فرشوا للأرض دموع والشمس جراح، كل ده كله عشان حبيت ولا عشان قلت أنا حبيت، كل ده كله عشان حبيت ولا عشان قلت أنا حبيت. لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة، وأطير وأرفرف بالفضا وهرب من الدنيا الفضا، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى، وأنا بخاف الملامة وأنا سلام. ليش تغني الاغاني الصعبه يا نورهان؟
أصعب وأجمل الأغاني تأديها كما لو كانت صاحبة الفنانة نفسها يعني، هذا شيء يحسب لك للأمانة. أكيد. بس أنا يعني ما أركز إنه أغنية صعبة أغنية سهلة، أركز على سمعي الأغنية اللي تشدني إن أنا أحفظها وأغنيها لها أكثر. يعني من الصعب أن تغني لأبي بكر سالم، من الصعب أن تغني وتؤدي لفيروز، من الصعب أيضا أن تغني بلقيس، كمان غنت لأبو بكر سالم حتى بلقيس العرب حقها يمنية بحتة. أكيد. وتأديتي حالتي حالة وهي من أصعب الأغاني، وهذا أيضا شيء يحسب لك. أكيد. كم من الأغاني تحفظي الوردة؟ وردة خمس أو ست أغاني. حرم تحبك؟ كلموه بس يعني في شوف في أغاني ممكن إنك تغنيها بدون الميوزك كمان يفرق بأكثر من أغنية. صباح برضو. صباح. إيش تغني لصباح؟ زي العسل. زي العسل. شوف أنا قرأت أفكارك زي العسل. يلا نستمع لها. سألوني كتير فرشوني عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. سألوني كتير فرشولي عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. مانيش رعيدة مانيش العسل. والصوت كمان زي العسل يا نرهان. مشاهدينا الأعزاء، مفاجأة جميلة جدا أن ينضم إلينا الآن الفنان الكبير اليمني القدير الأستاذ الدكتور أحمد فتحي. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم والمشاهدين الكرام في خير. وأنتم بألف خير حقيقة. أستاذ أحمد، دكتور أحمد، كنا نحش قبل قليل يعني أنا والأخت نورهان، قلت آخر لقاء جمعني مع الدكتور أحمد فتحي كان في فندق عدن في حلقة خاصة، وتحدثنا عن أغنية حالة حالة للفنانة القديرة بلقيس، واستمعت إليها كما لو كانت بلقيس، ربما أنتم استمعتم إلى نورهان أليس كذلك؟ صحيح صحيح. نورهان أيضا عندها موهبة جميلة بحاجة إلى رعاية. وأين تكمن هذه الرعاية وما هو دوركم أستاذ أحمد في ذلك؟ والله شوف، هو في الأساس الرعاية تكون في أنها تحصل على منحة موسيقية، هذا الأساس. وهذا المفروض توفره الدولة. جميل. احنا من ناحيتنا نعمل الواجب في الإشراف على هذه الموهبة، لأنها تعتبر يعني من المكتسبات اليمنية اللي المفروض نحن نرعاها. أتمنى لكم التوفيق. طبعا نورهان هي قدمت لإحدى المسابقات لما تحدث عنها، هنالك كوكبة فنية دكتور أحمد كبيرة جدا في مصر، يعني ما هي السبل والأطر التي من خلالها يمكن احتواء مثل هكذا مواهب قبل أن تندثر وتصبح في أثرا بعد عين، إنجاز لي التوصيف؟ والله شوف يا عزيزي، احنا بعد ما تكلمنا على الموضوع الأساسي الذي هو سكن الموهبة عن طريق الدراسة، هذا واحد، وهذا توفر الدولة. اثنين، لكن تحدثت مع الأخ وزير الثقافة قبل كده وقدمت له مشروع بعمل فرقة موسيقى، فرقة إنشاد يمنية
صاحب لها فرقة آلات وترية، وهذه سيكون فيها مجاميع كورالية ومجاميع سولو فردي زي الفنانة الذي الآن تستضيفوها، يفترض أنها تكون أيضا ضمن السولوهات اللي تقدم فردي لمصاحبة الكورال. وهذا الأمر يرتبط بأشياء كثيرة اللي هو البرنامج اللي أقصده. فكان الأخ الوزير الحقيقة متحمس للموضوع ده، ولكن يبدو أن الظروف العامة يعني صحيح محبطة إلى حد ما، لم يعني يفتو في الأمر حتى الآن. أنا أنتظر أن يفتو في الأمر وأن يساعده في هذا الاتجاه، بحيث أن نتبنى كل هذه المواهب في بوتقة واحدة في مجموعة يعني متجانسة مترابطة، وأنا أقوم بالإشراف وأيضا آخرين يعني يكونوا معي في هذا الموضوع، بحيث أن أصلهم إلى المستوى المرجو والمنشود يعني. لكن نتمنى من الله الخير، نتمنى لكم ذلك وأن يخرج ذلك إلى حيز النور. في إطار الحديث أو في مضمار الحديث دكتور أحمد حول معهد موسيقى أو أكاديمية للفنون الموسيقية في اليمن، يعني هل تعدون مشروعا أو تحدثتم بخصوص ذلك أو تنوون فعله في قادم الأيام، خاصة وأن اليمن يخلو من مثل هكذا معهد متخصص؟ لا، المشروع ذا أنا تقدمت له في سنة 2013 سنة 2011، وجهزت الأوراق وجهزت كل متطلبات المعهد بكل ما يحويه من أقسام ومن مستويات ومن إلى آخره، وكنا على وشك أن نبدأ، لكن حصلت في الأمور كما تعلم ويعلم الجميع. فالآن لا نستطيع أن نتحدث عن مشروع كهذا داخل اليمن، نتحدث عن هذا المشروع مبدئيا لاحتضان هذه المواهب في القاهرة حتى وإن كان خارج الجغرافيا. نعم، الأخ الوزير، المشروع العملي الآن نفترض يعني أن الجماعة إذا حابين أن يدعموا في هذا الاتجاه، نتبنى مثل هذه المواهب كلها وهي معظمها موجودة في القاهرة، والذي مش في القاهرة نأتي به إلى القاهرة يا سلام ونوفر له كل الإمكانيات. لكن كما تعلم في جديد يرجعنا للوراء يعني للأسف الشديد. نتمنى أن تزاح هذه الغمة دكتور أحمد، أشكرك جزيل الشكر. وسؤال أخير ربما شخصي، ماذا عن علاقتكم وتواصلكم بالأستاذ القدير محمود الحاج؟ محمود الحاج موجود، هذا الصديق الصدوق العزيز. إحنا الآن علاقتنا تجاوزت 40 سنة طبعا، إحنا في داخلين في العقد الخامس من العلاقة الطيبة والعلاقة الحميمية والمحبة، وهو يعني يمر ب يعني فترة مرضية نتمنى من الله أن يجتازها وأن يكتب له الشفاء والعافية، وكل عام وهو بخير وأنتم بخير والجميع في خير، والبلد نتمنى أن تكون في خير أيضا. شفاه الله وعافاه وأطال الله في عمركم دكتور أحمد فتحي، أستاذنا القدير وفناننا العربي الكبير أحمد فتحي الذي كنت معي عبر الهاتف. شكرا على هذه المداخلة ولسعة صدرك ولقبولك ضيفا معنا سريعا بمعية طبعا بركاتك أستاذ نورهان. طبعا نورهان بقي 4 دقائق كما يشير المخرج، ولن أسألك أي سؤال إلا 3 دقائق. أنا آسف يا أخي، نقص دقيقة. طيب، خلف بقي 3 دقائق، اختاري أغنية في ختام هذا اللقاء للمشاهد الكريم وللمخرج الرائع نمعين المعين شجاع الدين. تمام، تفضلي. نختم حلقتنا بأغنية يمينية، وتشرفت أننا اليوم كنت ضيفتكم أستاذ، الله يخليك لنا الشرف طبعا. تفضلي. قال المعنى سمعت الطير ترنم عن حب سيد الغواني.
سيد الغواني دري المبسم ومن لها عيان تسبينا سواقيها يا أخي اللي بادر بوصلك وحسن المقدم أيوه وشتت حزن كان القلب خافيا أيوه يا أخي اللي بادر بوصلك وحسن المقدم أيوه وشتت حزن كان القلب خافيا غرامك لو يسيل الدم أو يعلم الكل قاصيها ودانيها والله ما تروك غرامك لو يسيل الدم أو يعلم الكل قاصيها ودانيها صنعا أرضى اليمن بالهنا عاشت روابيا أيها صنعا بلاد المناهل الضبا تكرم أيها أرضى اليمن بالهنا عاشت روابيا يرمي بطرفه على العشاق يطويه مرات عالغيد كم من شادن أحوام يرمي بطرفه على العشاق يبريه هي 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 طبعا نورها انا دور انا بروم يعني ابروم ما بشي فين طيب طيب يا استاذ معين تبا للوقت الذي مر سريعا وشكرا لهذا الصوت الجميل الذي رافقنا على مدى اكثر او ربما ساعه تقريبا وهو من اطول حلقه طبعا لكن كنا مستمتعين جدا والمشير المشير ليس المشير وانما المخرج يشير الى ان هنالك برنامجا يعقب هذا البرنامج مباشره مشاهدينا الاعزاء كما تابعتم كان بمعيتنا الصوت الرخيم والرائع والجميل نورهان خالد التي كانت بصحبتنا في هذه الليلة شكرا الله نورهان الله يخليك كان في أسئلة كثير جدا بس صوتك ربما كان أجمل ما في الأمر نأجل الأسئلة لمكان آخر يعني إن شاء الله ربي يخليك وأنا لي الشرف بتواجدي معكم في هذه القناة وفي هذا البرنامج الجميل وأشكر كل من شاهد هذه الحلقة وسيشاهد هذه الحلقة وكل عام وأنتم بخير والشعب اليمني بخير والأمة العربية بخير إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا بخير. تحياتي لكم مشاهدين الأعزاء وتحياتي أيضا للدكتور ياسين الأكحلي الذي أكيد يرافق نورهان خالد كان له الشرف وكان له الفضل في تقدمي في كل خطوة كان لك الشرف وكان له الفضل الله يخليك مشاهدينا الاعزاء شكرا جزيلا لكم مره اخرى غدا حلقه جديده وضيف اخر وفنان اخر نتمنى ان يكون مثل نورهان يعني شكرا لكم على المتابعه والاصغاء والى اللقاء